السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحبة الكرام هذا اللقاء المبارك ونستقبل اللحظة للا مليكة من إقليم تيزنيت. ألو السلام عليكم للا مليكة. السلام عليكم. يا مرحبا. السلام عليكم الحاج. أهلا وسهلا. رمضان مبارك سعيد ويدخل علينا وعليكم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هنا الصحة والسلام والسلام إن شاء الله يا رب. يا رحمن يا رحيم يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا للملكة. على هذا البرنامج كنشكركم بزاف ميت راضي كاملة كنشكروها. شكرا لكم بزاف. واخا نشكركم ما نقدرش نجازيكم على داكشي اللي كديروا وكتنورونا الله ينوركم الله يعطيكم الخير. بارك الله فيكم لله. نطلب لك الدعية مع وليداتي مع والدي ومع اخوتي خصوصا اختي لطيفة مسكينة اللي كانت في الظروف ديالها شوية صعيبة. كانت هضرات معك واحد المرة اللي كان كيتسالها الكري وحاملة عندها ستاد الوليدات دعي معها الله يفرج عليها هذا الشهر المبارك. يا ربي يا كريم يا رحمن الرحيم الله يفرج على الجميع وكل واحد الله يحقق لي داك الشيء اللي كيتمنوا ودعي لي مع خوتي كاملين ومع والديا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الملك مع الملك ديالنا الله يحفظه لنا ويطول في عمره. اللهم امين اللهم امين لله اللهم امين لله الملكة الله يحفظكم الله ينبركم الله يحفظكم الخير. لاله ملكة إذا سولتك لاله النهار الأول في رمضان كيف مر عندكم في إقليم تيزنيت؟ الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد هذا الأمطار الخير اللهم لك الحمد الحمد لله وشكرنا. عمرني أنا في الوقت كيقولوا كيكون غيكون الجفاف كنقول لهم واش هما كانوا عند الله عارفين ما كان تيقش داك الشيء اللي كيتقال كيقولوا راه ما غيكونش الشتاء ما غيكون غيكون الجفاف كان الله ما غيتخلاش على العباد ديالو الحمد لله. الله كريم الله قريب الحمد لله كنا محمد الحمد لله. وكل واحد غير ياكل اللي رفق له الله الحمد لله نتمنى يحنوا شويه في المساكين ويعاونهم للاسف هنايا واخا اصلا انا دابا 3 سنين هنايا حاول زعما باش نمشي ما كنحملش كاع نطلب ولا سميتو كنمشي داك سولتهم على داك الشيء ديال اش كيقولوا الجماعه على ديك المعاونه اللي كيعطيوها المساعده قال لي كناخذوا حنا غير 40 واحد كل بلاصه كناخذوا 40 واحد الا ما شي واحد كيدخل شي واحد اخر ولا من عائلته. الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم شكرا حنا عندنا ما خصنا اللهم لك الحمد ربي ما يتخلاش علينا اللهم لك الحمد. وكنشكر بزاف عليا مع واحد الاخت ملي كنت هضر معاك ديك الساعه كنت كنت بنت ما خداماش وخاصة الثلاجة وداك الشيء الله يعطيها الخير الحاجة عفيفة دعي معها مع وليداتها مع عائلتها الله يعطيها الخير ما كنعرفها ما كتعرفني وعاوناتني الله يعطيها الخير شات لي الثلاجة الله يعطيها الخير الله يجازيها بخير بقي الخير بارك الله فيك الحمد لله لاله الملكة كنشكرك لاله كنشكرك الله يحفظك دعي معنا الله يعطيك الخير كنطلبوا هذه الدعوة يا رب ديالكم وديال جميع المستمعين امين الله بارك الله فيك لاله الملكة شكرا لك لاله الملكة على المكالمة ديالك وعطتنا عطتنا واحد الوضع عام على اقليم تيزنيت حتى هو الحمد لله كان حظي بامطار الرحمة وحظي بامطار الخير وحظي الحمد لله بهذه التساقطات المطرية اللي غتعود بالنفع على الجميع بفضل الله تعالى وجود الله وكرم الله. وعطتنا لاله الملكة الصورة ديال المعاونة عادة في شهر رمضان كتكون الجماعات الحضرية المحلية كتقدم معاونات للمعوزين من الساكنة الأراميل الأيتام الضعفاء الناس اللي عندهم احتياجات خاصة كتكون كل جماعة كتخصص واحد القدر معين من المساعدة وهذا القدر هذا هو يتفاوت بين جماعة وأخرى لأن كاين جماعات في المغرب غنية ثرية منين كتجيب المال ديالها من دافعي الضرائب ومن لي غوسيت كل المداخل اللي كتحصل عليها في المنطقة إذا كانت منطقة فيها انتعاش اقتصادي فيها مقاهي فيها محلات تجارية فيها أسواق فيها كتكون دائما الجماعة عندها مداخيل كثيرة وكلما كانت المداخل كثيرة
هذا كينعكس على السكينه، كيديروا جميع الاجراءات المتعلقه بتدبير الشان المحلي من طرقات، مساحات خضراء، من كهرباء، تبييض جدران، ثم ايضا دعم للجانب الثقافي، للجانب الفني، للانديه الرياضيه في كره القدم وغيره، وايضا واحد دعم اجتماعي للضعفاء والمساكين. فكين هناك جماعات يعني كدير واحد العطاء واسع وكبير لان عند الدعم، لكن هناك جماعات اخرى فقيره في بعض الاقاليم الصغيره كيكون الدعم ديالها محدود. سمعنا الان من تيزنيت يعني كيعطيهم يلا 40 شخص مسجلين في اللائحه، هذا هو القدر اللي عندهم، ما يمكنش يزيدوا الا الى شي واحد لا قدر الله توفي عاد كيزيدوا شخص اخر. هذا يعني ان الجماعه هناك في تيزنيت يعني دخلوها متواضع، وبالتالي عطاؤها للساكنه قليل، وهذا كيقتضي ايضا النظر في تنمية موارد هذه الجماعة، أو أنها تقيم توأمة مع جماعة أخرى. كاين بعض الجماعات اللي عندهم واحد الذكاء أنك يقلب على التوأمة، كيقلب على جماعة أخرى كبيرة وعندها مدخول كبير وكيدير التوأمة وكيبدي يستفيد منها ويأخذ ويعطي، ومن ثم كيوقع واحد النوع من الثراء. لكن هذا العطاء هو ليس مقتصرا على الجماعات المحلية اللي كيقدموا المعاونة في رمضان، هذا غير واحد الجانب قصير، وإلا فإن هناك جمعيات المجتمع المدني هي كثيرة ومتعددة، وكذلك هناك المجهود للأفراد. كاين أفراد لا ينتمون إلى جمعيات وإنما هم من تلقاء أنفسهم كيقدموا المساعدة وكيقدموا الدعم بحسب ما أوتوا من قوة، فهؤلاء ما أكثرهم في بلادنا. غير كاين أماكن فيها وفرة وكاين أماكن أخرى فيها ندرة، وهناك لقوا بعض الجمعيات كيقوموا بالقوافل في هذا رمضان المعظم. أنا لاحظت عدد كبير من الجمعيات وكان عندي معهم تواصل أنهم يزورون أماكن أخرى، كيمشي كينطلقوا من الدار البيضاء مثلا او من مدن اخرى كبيره، وكينطلقوا نحو في الاتجاه ديال مدن صغيره او اقاليم ضعيفه، وكيدوا ديك المعاونه الناس عندهم فائض وكيوزعها على الاقاليم الضعيفه وعلى القرى وعلى وهذا هو اللي خصو يكون في البلاد، نوع من التضامن فيما بيننا. ليس فقط نلوم المسؤولين على القطاع الحكومي، ولكن ايضا الجمعيات تاع المجتمع المدني لابد كيعملوا واحد العمل كبير، وكذلك الافراد الأعيان اللي هما عندهم تبارك الله الخير كيحاولوا ما أمكن يوسعون على الضعفاء، فكيكون تعاون متكامل باش تبقى أفراد الحكومة كينصرفوا نحو المشاريع الكبرى، المشاريع الضخمة، القضايا الاستراتيجية. أما القضايا المتوسطة والبسيطة هذه احنا فيما بيننا، احنا بعضياتنا نتعاونوا، هذا يعطي هذا وهذا يعاون هذا وهذا يأخذ بيد هذا، وكيوقع الحمد لله واحد تكامل، وربنا ناظر كيف تصنعون، لو شاء ربك لرزق الجميع بغير حساب، ولكنه ينظر ويرى ماذا سيصنع العباد وهو يتجول ويتنزه في ملكه وناظر كيف تصنعون. نسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الصدق والإخلاص والجد والاجتهاد. وكنقول لله ملكة الله يفرج عليكم يا بنتي، ربي عز وجل هو الرزاق وذو القوة المتين، أختك اللطيفة عند معاناة شديدة، الله يفرج عليها عليها الكروب وربي يكمل لها الرجاء، عندها تعدد ديال الاولاد وعندها مصاريف كثيره واي مساعده كتقدم لها كتكون محدوده، خاصه واحد المساعده تبقى قاره لان التراكم ديال الشهور وتوالي الايام كتزداد. طلب الله تعالى هو الرزاق القوي المتين ان يرزقها رزقا حسنا، رزقا واسعا، رزقا طيبا. واسال الله سبحانه وتعالى للاخت عفيفه ايضا اللي هي في الاحسان وكرماتكم بها الثلاجه، والثلاجه مهمة للغاية في البيوتات خصوصا في رمضان، كاين اللي كتجي عنده بعض السلع ولافت وقتها كتخسر ليه وكتفسد والثلاجة كتحافظ عليها، فكنشكروا للا عفيفة اللي تبرعت بها الثلاجة. وهذه مناسبة أننا اللي عنده شي حاجة زايدة يعطيها لخوه، كاين ما يسمى بفضل الزاد، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضل الزاد ويقول من كان له فضل زاد فليعطيه لمن لا زاد له،
كاين اللي عنده ثلاجه وبغى يبدلها في هذا رمضان، ازال لي الموديلات جميل، يختار الثلاجه الجديده والقديمه يصلحها ويعطيها لواحد فقير. كاين اللي عنده تلفاز، كاين اللي عنده واحد الماكينه ديال الصابون، كاين اللي عنده اي جهاز من الاجهزه كيبغي يجدد. كاين ناس تبارك الله اللي عندهم الخير وكيبغي دائما يبغي الاناقه في السياره وفي الهاتف وفي اللباس وفي الاناقه والموديل. جميل، الله يبارك ليه ويزيدهم فضله، ذاك فضل الله تعالى، والله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لكن داك القديم اللي عنده يصلحوا ويقادوا ويحس انه يعطي لواحد الفقراء والمساكين، راه غيبان ليهم جديد وغيبان ليهم واحد عتق رقبه مؤمنه. فلالة عفيفة شكر الله لك وحفظك ورعاك وكل المحسنين الله يزيدهم من فضله ومن نعيمه. ولالة ملكة اعلمي بان الله رزاق قوي متين. ننصحك بنتي كل ليله اقراي سوره الواقعه، كل ليله قريها قبل ما تنعسي سوره الواقعه، وفي الصباح الباكر بقيت تقول الاستغفار بالنهار، الاستغفار الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، الى ايام معدودات. وديك الساعه رد علي الخبر واش ربي غيفتح لك باب الرزق ام لا، لان هذا صدق قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأخبرنا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ الواقعة بالليل لا يمس الفقر بالنهار. وهذه الوصفة ياما ذكرتها في الإذاعة، وعدد كبير من الناس كنعرفهم الحمد لله كلهم تبعوها، ودابا الآن يعيشون في بحبوحة بحبوحة من العيش. ربنا أكرمهم وفتح لهم أبواب الرزق ورزقهم من حيث لا يحتسبوا. للرزق جاهم من حيث لا يحتسبوا، يكون انسان جالس حتى كتفتح لي باب الابواب ديال الرحمه ديال الله عز وجل، وما اكثرها وما اوسعها. اسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم رزقا حسنا طيبا مباركا، وان يجعل الغني منا يعطي لاخيه الضعيف ويوسع عليه. واسال الله لنا ملكا ان يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم. وتحيه كبيره لاهل تزنيت، هذا الاقليم اللي خصو واحد الاهتمام واحد دعم اضافي، خصوصا وان فيه العلماء وفيه المحدثين وفيه الفقهاء وفيه اهل القران وفيه الناس المتواضعين. معروفين اقليم تزنيت الناس فيه متواضعين للغايه، وهم متشبتين بالدين وعايشين واحد العالم اللي هو عالم محافظ وعالم قنوع. اسال الله تعالى ان يفتح لهم باب الرزق وباب الكرم وباب العطاء. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين يا اكرم الاكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.